السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. ولحضرتك ما رأيك عقيدة المسلم ومنهاج لأبو بكر الجزائري؟ والله كنت بالشيخ أبي بكر سهلة ونافعة، لكن تحتاج إلى مصحح يصحح الأحاديث، يحكم محقق يحقق الأحاديث ويحكم على كل حديث مما يستحقه من القوة أو الضعف. وإلا هي كتب سهلة وفي المتناول، ليست معقدة، لكن تحتاج إلى تصحيح، إلى حكم على الأحاديث التي فيها. شكرا.